الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم سناب. شناب مسلسل من تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب بالحارث. بالله يا قعد زايع يا بابا، ماني عارف اش نعمل. ليلي نزيد نقعد وليلي نروح، خدمة اللي زيت على خاطرها ما سماش. ليسات اللي زبتهم معايا قاعدين يزوبوا كي حلاب الزبدة في الشمس. ماك تشوف حوالي تسكي ربي. اشنو ما لقيتش خدمة؟ قال لك بلا سكوارت لا خدمة لا قدمة. قل لي تعرف تكتب ولدي؟ ايه نكتب ولدي وولدك وولد وولاد الناس الكل. انت لا نقصد تعرفش تقرأ وتكتب. نعرف اما بلاش تصحاح. حبش تولي تخدم معايا؟ يعمل خير ما يصورس. شنية الخدمة؟ أنا عندي حوينتة نكتب فيها جوابات للخدامة الأميين اللي يحبوا يبعثوا جوابات لتونس. ادخل انت صانع عندي عاوني. ايه ما نقولش لا. ايو قداش الخلاص؟ 500 في الشهر. نص مليون في الشهر؟ بالله نخدمك على صوفر عيني. هات نبوسك، هات نبوسلك راسك. هذه خدمة وسهرية حتى في المنام ما كنت نحلم بيهم. بشوية 500 فرنك مش 500 دينار. قدك لازميني انا نخدم على البهايم. نص دينار زيدوا على حالك. ايا نص بعقلك يا ولدي. هي جان فهمك مش نص دينار. امان ما بتيس 500 وموس دينارات. 500 فرنك. اي و 500 ما يزيوش نصف دينار. يا ولدي 500 فرنسيز يجيو 50 دينار. يا كل لي من المال 50 دينار تلقلك من ربك مخبز لي في عقلي. توا ترضى تخدم 500 فرنك؟ كان 50 دينار الله يبارك. ويزا 500 لا تبات معلمي لنبات سانك يا سيدي. باهي برا نقولوا 50 دينار مبروك. اسمي سناب طوهرة مستعص في بلاد الغربة. يا عم فلان قبلت باش تخدم معايا؟ انت عطيت وانا قبلت. ايه مجدودين للفاتحة. راني باش نعطيك خدمة مش عروسة. انا الخدمة عندي خير من 100 عروسة وعروسة زايدة. ايقوم عاد نمشيو للحانوت ونفهمك كيفاش الخدمة. شفت الخدمة كيفاش؟ فهمت؟ فهمنا واستفهمنا. يدخل الحريف يقول لك نحب نكتب زواب. تقول له واش بس تقول فيه، ويبدأ هو يتكلم وانت تكتب، وبعدها ستحط له لدريس على الماسو وتقبز الفليسات وسيبه داخ. خدمة سهلة مهلة كيف سب لي نصرب. باهي ملانا هني واصل بقضية تونجي فيسا قدامك الحانوت. برا ربي يجزي الحوايز يعرفي. تهنى وتمان ساخ الفكرو. هذا على سيفنا اخوك وهذا على سيلوس. بيرو قدامي وسايق على ساق وقهوة وصغيرة. يا ناعمان باخير عليك زين. اسكي ما جيت شاكي. اسكي في القاموس معناها استحب. جيتك باش نحب تكتب لي جواب. وين عم حميد؟ خرز عليانا في بقعته. قل لي كيفاش تحبوا الزواب؟ مضروب السفوت سفافت مع الناس. اما نكتبوا الزواب وانت هز الفطايري يعطيه زريبات ملاح بالسفوت حتى يخرز كيف الكسكاس. يا اخويا بالسفوت معناه بالقدا على كيف كيفك. حاضر بلاس ناخذ ورقه وستيلو. اي قولوا بسم الله.
سنوها الزواب اللي بس نكتبه سكاية مطلب صداق تلقى. لا لا نحبك تكتب لي جواب متاع حب. فهمتك فهمتك رسالة غرام. لا لا عليك هاك بالوقت فهم. شفت الفرق بين القاري وبين اللي مزقاري يا اخونا؟ أي. اذا الواحد قرا وكتب واللي يفهم على الرماس، وكيما قالت لانيسة اللي قراتني وراتني، العلم يفتق المخ ويمسيه طرف ما يراخوه. باي اي توكل على الله واكتب لي جواب ترى لسكون بس تبعته الساعة زوابك الوحدة. على عينك كيفه؟ لا يا رازل برد دمك وارزع بنك، نعرف الوحدة موس لسنين. لكن سكونها الوحدة واش اسمها؟ اسمها عزيزة، لكن انا ديما نتربش بيها وندي لها عزة. عزة يا عزة المولى يسوم. يا اخوي يا اخوي يزي بلا لعب وتلها اكتب جواب خير. بس نقول لها هذه العزة العزوزة يلي باش يتقال كله ما يهمش، لكن انا نحب نبعث لها جواب، جواب بشعل لها النار في جاشها. سهل ياسر، نكتب الزواب وكتزي تسقطه في البوستة، ساعة فيه وقيدة وحطه في الحكة، البيع والسرا يوصل لها يلهب. لا يا راجل ماكش فاهم قصدي، انا نحب الكلام اللي في الجواب يكون مؤثر. فهمنا، انت تمل وانا نكتب. ما نعرفش انا مستانس سبع محميدة هو اللي يجيب من عنده الكلام. حب يقول تحبني انا نتكلم على لسانك. ايوه هك فهمت. لا انا كاكا نفهم فيسع، اما غير تحب لي شويه وقت برا. اي من حينك عاد اكتب. شو نحبو كلام زين وماذا بيك تحط هكا شويه شعر. السعر؟ لا السعر ساهل، تو بعد ما نكتبو الزواب قص سعرات من ززتك ونحطوهم في الماسو. شعر ما اخويا شعر مش شعر، معناها كلام موزون. كيف هكايا مثلا؟ يلي خيالك بين عيني يم الخدود نقيه يا حبيبتي يا عزيز علي. برا 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 فهمت، يعني كلام بالنحو. صحيت هاي اكتب عاد. هاي يبدا قلت لي اسمها عزه. اي نعم. مالا نكتبه؟ ايوه نكتبه يا عزه نحبك ونموت عليك. بهيسي هكا اخونا. اي هذا كلام مقبول. وبعد هذا نزيدو يا عزة نحبك ونموت عليك. هذا ما كتبته عاد. ما يسالس تيماو بس يبدا عندها سيقورو اللي انت تحبها ياسر. وهاو نزيدو نكتبو مرة سالسة يا عزة نحبك ونموت عليك. بس نكتبو بعد هذا. استنى استنى نخدم الدماغ شوية. لقيتها يا عزة نحبك ونموت عليك. قداش مرة قلت هذي؟ توا نحط اسمك ومعليك كانت صحح. تعرف تصحح اسمك؟ لا ملا صحح ببهامتك. ببهامتي؟ ايه حب يقول بسبعك الكبير. انا المهبول اللي جاي طامع في واحد كيفك اجهل من سباته باش يكتب لي جواب. قدتك قدتك ايه. انا اجهل من سباتي باللازمة قاري وعندي شهادة في رفع الامية، ولا اللي ما يلحق سرية يقول مهلتنها هي. لا وفاء وفاء وبدا. وإذا ما عزبكس زوابي ما عليك كان تمشي تتعلم وتقرأ، وقتها أكتب زواباتك وحدك. ما عليناش تاوكي شي عم حميدة نرجع. آية سد زوابك زيدوا على حالك. شي حب يقول بس تخليهولي في عمقي. مالش نعملك ارخيك وفيق يدك على 500. 500 كاملين؟ علاش مش زوز بو 500؟ التعريفة 500. لا لازم جوابك كتبتولي بذهب البندقي باش نخلصك فيه 500 فرنك. تانا نخدم عليها من نصف شهر يا خونا. ما قلتلكسي 500 فرنك، 500 مليمات نصف دينار بالتونسي. سنتيم واحد ما تراش من عندي. تعي انت تقبض بالله ماك خارج من هوني الا ما تبز نصف دينار. نحيدك تره. لا من نحيس تره. اطلع بخمسمية. 50 فرنك مش 500 اللي هو اطلع بيهم بركة. يا ودي زي تتقوى علي راني سنتير النوار. تخدم في المرسنوار في لكحل؟ حتى انا اخوك زاد في لكحل والظلمة دايرة بيا. سنتير النوار معناها نلعب في جيدو وعندي سبتك اعلى. سبتك احلى اوه انا سبتي حمرة. وتفرز قال له يا بياع باش تبيع، قال له كل سيب الحاضر. ولا والله بالصفايح خير من سبتك الكحلة.
توا باش تنحي يدك من خناقي ولا ايه؟ هتخلصني؟ ها نخلصك. ها يا زعل ازناب يا خونا سعمت لك. فهمت وش عم بيقول سنتين نواري؟ ملت كربيزة تكربزتها، عادي بروحي واقف على ساقية من غير مفتون تلقيت روحي مادد الأربعة. إذا السبت الكحلة هكا ما السبت الزرقة كيفاش؟ نبهت عليك ما حبيش تفهم. بزاولدي قولي استعملت لك بالزبد نسب في الطاب بريز فرنسيس؟ أيوة قولي المسألة فيها بريز. بالله حتى أنا حسيت بالكورون سكني فرد سكة وكذبت روحي. صح عليك أخونا صح عليك. يا ربي يجبر لك في الأمان. أسمع يا أخونا إيه عزب باللازم نفخني وتزبد. خلي نتقعد. صلى الله بس أما زهري ما زال يوزع. أها إيش بيدك على كله تكون تتلوى؟ أسكت أسكت بركة يا عرفي. أشنوه؟ زا واحد كتبت له زواب كي قلت له خلصني رفض. يا أخي إيه حبيت بس نعوزه وإذا بيه طلع من هاك الزماعة اللي يلعبوا في السيرك. ترى كيفاس نقز في الهواء دار دورتين ولا سلاسة ودرى كيفاس عمل لي زابني مفروس هكا من الباب للطاقة. لا تموكي روفز ما حبش يخلص شديته من خناقه. يحب يقول تعمل لي في البقار مع الكليان؟ لا وراسك وراسي بدا راسك لسارها يا عرفي من انزال البقر هنا. بقر؟ اما بقر وما معيز امان. ما قلت لي سي توا بركة تعمل لي في البقر مع الكليون؟ يعني تعمل لي في العرك يا راس البقاري. شافوا باش يعاونوا على قبر ابوه يا اخي خرب له بالفاس. على سكون تتحدث عارف؟ اهلا واحد كيفك؟ امان امان جبار انا عندك. وقتها زبتني بس نعاونك على حفران قبر ابوك وهربت لك بالفاس. مش قلت لي يخدم معايا كاتب ورقه وقلم وبير وهيلمان ودزه في سرايا؟ انت يظهر فيك كشطة وربط. هو كشطة وربط بركة قول 20 كشطة وثمانين وربط. تعرف كيفاش يا وليدي؟ عارف عارف بس تقولي ما تزيد حتى كلمة. شوف عم حميدة انا وانتي ما زيناس على فرد موزة. انا نزبد على الموزة الطويلة وانتي تزبد على الموزة القصيرة. سي يا اخونا الخدمة معاك زهرة حسي. ايا نستب عقلك يا عم حميدة. استمعتم إلى حلقة جديدة من مسلسل شناب، تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب الحارث.